عقد رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله لقاء مع مجموعة من الشباب يمثلون وفود منظمات شبيبة حزبية من عدة دول، حلوا بالمملكة ضيوفا على منظمة شبيبة الاستقلالية بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني 12. رئيس مجلس المستشارين أطلع هذا الوفد على التجربة البرلمانية المغربية وخاصة تجربة مجلس المستشارين وأدواره الجديدة وهيكلته. نعرف أن حزب الاستقلال حزب عريق وله تاريخ قوي في المغرب، وكانت فرصة لنا لقاء سيد رئيس المجلس المستشارين في المغرب الذي أطلعنا على التجربة البرلمانية المغربية، وكذلك أنا أطلعت سيادته وسعادته على الوضع الفلسطيني. ممثلو الوفود الشبابية أبدوا خلال هذا الاجتماع اهتماما كبيرا بقضايا الانتقال الديمقراطي والدبلوماسية البرلمانية وتكوين مجلس المستشارين، بالإضافة إلى المناصفة بين الرجال والنساء والمشاركة السياسية لمغاربة العالم.